صباح الفل. صباح اخبارك ايه؟ الحمد لله. قول لنا ايه مشكلتك بقى؟ ها؟ قول لنا ايه مشكلتك؟ مشكلتي غضروف التعب. لا التعب اللي تحس بيه يعني. التعب في الم في اسفل الظهر، ولما امشي يحصل تنميل وتخدير. تنميل في ايه؟ تنميل وتخدير في الرجلين الاثنين. ايوه بقالك كتير؟ قال لي 6 شهور او يعني هي من سنه بس زادت بست شهور. الرجل اليمين ولا الشمال؟ الرجل الاثنين. الاثنين. لما بتمشي رجلك بتتقل. 10 دقائق رجلي بتنمل وتتعب. ربنا يسلمك ان شاء الله. امين يا رب. صورة الأشعة الرنين قبل العملية وباين فيها الغضروف وضاغط على العصب وفي اختناق جامد جدا، بحيث ان هو اللي عامل له الوجع والتنميل بتاع الرجلين مأثر عليه. أثناء العملية، صورة أثناء العملية، الحمد لله تدخل محدود، شلنا الغضروف وحررنا العصب. وتاني يوم بعد كام ساعة من العملية الفجر قابلنا المريض واستورنا مع بعض، وكان واقف وماشي والحمد لله احسن بكتير. خير. صباح الفل. ازيك عامل ايه؟ الله يسلمك. ايه اخبارك ايه؟ بخير الحمد لله. احنا عملنا عمليه بقى لنا كام ساعه دلوقتي؟ يعني طلعنا الساعه 11 اعتقد بالليل. يعني بقى لنا 5 ساعات. 5 6 ساعات. بقى لنا 5 6 ساعات. يعني الحمد لله. الحمد لله. وكيف حالك دلوقتي بعد العمليه؟ الحمد لله شكرا. بارك الله فيك. احسن كتير. بارك الله خير. بتمشي؟ الحمد لله. انت واقف لوحدك اهو. من غير سناده ولا حاجه اهو. ممكن تتمشى كده؟ اتمشى يا دكتور. يلا. ارجع لف كده وارجع تاني اسرع شويه. ما شاء الله ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. لف كده. في الم طبعا لازم يكون في الم شويه من العمليه والتسليك والغضروف والحاجات دي والتخدير والكلام. الحمد لله. الحمد لله. بس 5 ساعات ما شاء الله انت نشيط وجدع يعني. الحمد لله دكتور. ربنا يصلح حالك ان شاء الله. اللهم امين. الف سلامة. حاسس برجلك فاقت شويه عن الاول؟ فاقت الحمد لله. فاقت على كتير. الحمد لله. ربنا يتم عليك. اللهم امين.